ننتقل إلى العلماء ومكانة العلماء العمانيين لدى العلماء الآخرين الأجانب في ذلك الوقت. أصل النبوة حوض مورود وردته الأمم على اختلاف أجناسها، وكان أول وارد من عمان كما أخبرتك أولا مازن، ثم خرج العمانيون إلى المدينة لنقل العلم، فكان في مقدمتهم أبو الشعثة جابر بن زيد، كان تلميذا لعبد الله بن العباس ولعبد الله بن عمر ولعبد الله بن الزبير ولعائشة أم المؤمنين. كان هذا في الصدر الأول، وفي الرعيل الأول كان هو العلامة الكبير، كان يأخذ السنة ويدونها حتى جمع كتابا بين قائل أنه حمل جمل وبين قائل حمل أربعة جمال، ونحن نقول حمل نص جمل يكفينا منه هذاك من نقل جابر بن زيد. ثم تلاه أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة النزار التميمي بالولى، ثم الربيع بن حبيب الفراهيدي العماني وهو من أهل غطفان، هذا غطفان الموجودة في البطنة. ثم تواتر العمانيون، خليل بن أحمد كان رئيس الأدب، رئيس التاريخ، رئيس الفقه، كان علامة في الأدب، هو أول من وضع النقط في الأحرف، ما كان يعرف حتى وقع التلاشي، وكانوا يقرؤوا القرآن منهم يبدل الياء تاء، ومنهم يبدل هنون، ومنهم يبدل هباء، وقع ما وقع. إذن كان له الفضل، فكان له الفضل في هذا. ثم كانت له اليد الطولة في النحو، ثم اخترع علم العروض والقوافي من وضع مطرقة على طست في سوق الصفارين بالبصرة، مار في الطريق واسمع هذاك يدق هذاك اللوح من النحاس ويضرب في السندان، فاستخرج علم العروض والقوافي من ضرب هذه المطرقة على الطست، لم يسبق لأحد من أهل العلم، حتى قال ابن خلكان في ترجمته له: ما أخرجت دولة الإسلام أعز وأكبر وأفخر من الخليل بن أحمد. ثم لحق به ابن دريد وهو المعروف في الأدب، وكان ابن دريد من مواليد البصرة لكنه عماني، كان الركب العماني الذي خرج عند عمرو بن العاص ونزلوا البصرة، كان من الجد السابع جرو بن واسع يسمى جد بن دريد، نزل البصرة واختط بيتا فيها وولد هذا بن دريد في البصرة، فهو من ناحية الأصل عماني ومن ناحية الميلاد بصري، ثم انتقل إلى عمان ومات فيها. واستمر هذين العلماء في هذاك الصدر. ثم إذا جيت على الأمراء، كان الأمراء الكبار معدودين من عمان، منهم المهلب بن أبي صفرة الذي طارد الخوارج عن الدولة الأموية على خط طويل وعريض ما يسع المقام شرحه. ومن هناك هي ترسدات عاد تمشي إلى عمان، فكان في عمان العلماء الأجلة والعلماء الأواسط والعلماء الأداني، وكان انتشر فيها العلم كل على قدره، منهم من يعد عن ألف، وهكذا فيهم فحول في العلم واجتهدوا في العلم وأعطوا حقه. هل سمعت إن إنسان ألف كتاب 73 مقلد وخمسة وخمسين مقلد وخمسة وأربعين مقلد؟ طبعا لا، في هذا كتاب واحد، خلي عاد بقية الكتب، فما ظنك بالغير.